ان شاء الله هنكمل النهارده. حد فيكم فاكر الاسبوع اللي فات كنا اتكلمنا على ايه؟ ها لو انتوا فاكرين كده الاسبوع اللي فات، حد فاكر؟ بارتيشننج، ايوه. اتكلمنا على الاف ديسك، اتكلمنا على الاي نودز لو انتوا فاكرين، وركزت قوي 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 على موضوع البارتيشننج ده. معلش طولت فيه ومطيت فيه قوي في الكورس لان بشوف مهازل من الناس وهي بتشتغل، خلاص. واكدت عليك على مشكلتين تلات ارباع الناس بيقابلوهم، خلاص. ان واحد لما يجي يستخدم الاف ديسك، بدل ما يستخدم الاف ديسك مع الديسك كامل بيستخدمه مع بارتيشن. واكدت عليك وقلت لك انت بتكريت بارتيشن جوه الديسك، عشان كده لما تستخدم اف ديسك هتستخدمه مع الديسك نفسه مش مع بارتيشن، تمام. والحاجه التانية لما تيجي تكريت فايل سيستم بتعمل كرييت لفايل سيستم للبارتيشن نفسه مش للديسك كله، تمام كده. اكدت على الحكايه دي قوي 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 يعني. وليه باكد عليها كده؟ لان شفت ناس كنت بادي كورس في الاردن من اسبوعين وشفت يعني بعين يعني الناس عذبوني بسبب الحكايه دي، فانا بس حبيت اكد زياده عن اللزوم عشان ايه يعني، ها من باب التذكره يعني. موضوع الاينودز كمان اتكلمنا فيه وركزنا عليه على موضوع الهارد لينك والسوفت لينك، وقلت لك بكل بساطه واختصار شديد جدا ان الهارد لينك، ها الفرق بينه وبين السوفت لينك، ان الهارد لينك هو داتا بلوك واحده، هو بلوك واحد بيشاور عليه ها اكتر من ريفرنس او اكتر من بوينتر. يعني اكتر من اسم بالنسبه لنا، كلمه بوينتر هنا معناها اسم، تمام كده. طيب لكن السوفت لينك هو عباره عن ريفرنس بيشاور على ريفرنس تاني، مش ريفرنس بيشاور على داتا بلوك بشكل مباشر، لا ده اسم بيشاور على اسم، بوينتر بيشاور على بوينتر. عشان كده لو كنت مسحت الداتا بلوك الاصليه او مسحت الملف الاصلي ما كنتش هتقدر ها تاكسس اي حاجه. طيب كلام جميل. قلت لك كمان ان السوفت لينك ممكن يسبان اكتر او ممكن تشغله ما بين اكتر من فايل سيستم، لكن الهارد لينك بما ان هي داتا بلوك والداتا بلوك دي هي حاجه واحده بس، فبتكون موجوده على فايل سيستم واحد، ما ينفعش تعمل هارد لينك ما بين ها اتنين بارتيشنز مختلفين. طيب طيب ده كان اللي اتكلمنا فيه بسرعه كده في عجاله شديده. هنتكلم النهارده على شويه موضوعات كده ايه سريعه ان شاء الله عندنا. النهارده الكورس بتاعنا، ايوه اخدته واجب. الواجب هشوفه ان شاء الله في البريك. بس قبل اي حاجه وانتوا لسه فايقين كده وصحيين معايا، هنتكلم كمان النهارده على شويه مواضيع رئيسيه عندنا. الموضوع الاولاني ازاي تكمبرس وتاركايف الفايلز والدايركتوريز، ده رقم واحد. الموضوع الثاني الماونتنج، وكنا عملنا امر ماونت كده، سبقت بسرعه كده امر ها وريته لك قدام عينيك ازاي يخلي داتا اكسسبل، بس النهارده هنتكلم عليه باستفاضه يعني وهنطول في الموضوع شويه. الموضوع الثالث كمان ان شاء الله هحاول اخلص الفيم، ويبقى احنا كده خلصنا شوط كبير جدا من الكورس او من التراك الاول، احاول انهيه كله ان شاء الله بكره، ويبقى احنا كده تمام التمام قوي يعني وماشيين حسب الجدول بتاعنا بالظبط، ماشي كده. طيب ممتاز جدا. هنبدا، تحب تبداوا بايه؟ الكومبريشن والاركايفنج الاول ولا الماونتنج الاول؟ الوقت يعني اللي يعجبكم، الموضوع اللي يعجبكم. ها ابدا بالاصعب؟ لا هبدا بالاسهل عشان يبقى لسه مفتحين. ماشي او ماشي، خلينا نبدا بالماونتنج. تعال نبدا بالماونتنج على اعتبار ان احنا اخر مره كنا اتكلمنا على الفايل سيستم، فنبقى قفلنا الموضوع كله على بعضه بحيث ان لو حد بيذاكر ايه ها ياخد الموضوع كله على بعضه كفتره 3 4 فيديوهات من غير ما ايه ما يتشتت في النص. طيب كلام جميل. الماونتنج، ايه موضوع الماونتنج ده؟ بص لي كده يا سيدي، بص لي كده. تعال افتح الوورد كده ونبدا ايه نسمي، بسم الله. بص لي، انا قلت لك ان عندك في ويندوز ده بيكون الديسك بتاعك. الديسك ده متقسم لاثنين بارتيشنز، في عندك سي وعندك دي، صح؟ لما تيجي تفتح كده ماي كمبيوتر بتلاقي ايه، السي عباره عن درايف لوحده والدي عباره عن درايف لوحده، صح ولا غلط؟ هو ده اللي بيكون موجود في ويندوز. ولو عايز مثال على كده، يا سلام بس كده عني، اهو بص اهو عندك سي ودي واي، شايف؟ بكل بساطه ممكن تعتبر ان هو
فلات ستراكشر. يعني ايه فلات ستراكشر؟ يعني كل بارتيشن بيظهر جنب التاني. خلاص كده شايف السي ده عباره عن بارتيشن، الدي ده عباره عن بارتيشن تاني خالص، تمام. الاي اللي هي سي روم بتبان كانها بارتيشن تالت خالص، بس كل واحد فيهم مستقل بذاته. شايف الفرق بينها وبين اللينكس؟ ان كل واحد مستقل بذاته. امال ايه اللي بيحصل في اللينكس يا عم؟ تعالى كده نمسح ده بقى. اللي بيحصل في اللينكس مش زي كده. اللي بيحصل في لينكس انا قلت لك ان في عندك حاجه اسمها الروت فايل سيستم اللي هو السلاش، وقلت لك ان الروت فايل سيستم ده كده هو البيرنت اوف اتسلف، صح؟ تمام كده، خليك فاكر الحكايه دي قوي. طيب لو انا عندي اتنين بارتيشن هعمل ايه؟ قال لك ادي اهو عندك مثلا هوم وعندك فار، وعندك ديف، وعندك مش عارف ام ان تي، وعندك كمان ميديا، صح؟ مش ده اللي اتكلمنا عليهم قبل كده؟ طيب بص لي كده، ادى الديسك بتاعك اهو. فرضا فرضا اني هقسم الديسك ده لثلاثة بارتيشنز دلوقتي، خلاص؟ ده البارتيشن رقم واحد، البارتيشن رقم اثنين، البارتيشن رقم ثلاثة. فرضا البارتيشن رقم واحد ده عبارة عن 10 جيجا، وفرضا البارتيشن رقم 2 ده عباره عن 5 جيجا، وفرضا البارتيشن رقم 3 ده عباره عن 30 جيجا. ماشي كده؟ ها لحد دلوقتي في مشكله؟ طيب بص لي كده، البارتيشن الاولاني ده اهو هعتبره هو الروت فايل سيستم، وهعمل له ماونت في السلاش. ها كلمه ماونت اصلا، عارف كلمه ماونت يعني ايه لو ترجمتها عربي كده؟ لو ترجمتها عربي نيتف زي ما هي كده، ها معناها ربط. كلمة ماونت الحاجة معناها ربطها. فلما اقول لك عملت ماونت للبارتيشن معناه ان انا ربطت البوينت دي اللي اسمها السلاش بالبارتيشن ده. بكل بساطة بقيت بخلي البارتيشن الاولاني ده اكسسبل عن طريق النقطة اللي اسمها سلاش. وضحت الفكرة؟ طب لو عملت له unmount، ماونت عكسها unmount. unmount معناها بقت ايه؟ ها بقت مش accessible. فلما انت تيجي تشت داون الماشين ايه اللي بيحصل؟ الروت فايل سيستم ده كان mounted، بيعمل له unmount لما تيجي تعمل شت داون الماشين، وبشكل اوتوماتيك من غير ما تتدخل خالص. لما بتيجي تبوت الماشين، ها بيروح يبص هو فين الروت فايل سيستم بتاعك؟ فرضا على البارتيشن رقم واحد. اه طب تعالى بارتيشن رقم واحد انا هعمل لك ماونت، والماونت بيسموها الماونت بوينت بقى، النقطة اللي عن طريقها بتوصل ها للبارتيشن نفسه اسمها الماونت بوينت، المكان اللي بتخلي البارتيشن ده اكسسبل منه. طيب تعال نطبق الكلام ده مثلا على بارتيشن رقم 2. البارتيشن رقم 2 ده مساحته 5 جيجا عندي، انا عايز اعمل له ماونت، انا عايز اخليه اكسسبل. قال لك بس استنى بقى، انت في ويندوز كنت بتخلي بارتيشن يظهر جنب بارتيشن، في لينكس انت عندك السلاش ده هو الروت فايل سيستم، فاي حاجه يتعمل لها ماونت لازم يتعمل لها ماونت ها تحت السلاش. طب هتعمل ماونت تحت السلاش نفسها؟ قال لك لا، اعمل ماونت جوا اي فولدر جواها. يعني ايه؟ يعني فرضا انا عملت ماونت للبارتيشن الثاني جوا ام ان تي اهو، اعمل له ماونت هنا. طيب دلوقتي السلاش كان معمول له ماونت وبيشاور على ها البارتيشن الاولاني، كانت مساحته 10 جيجا، خلاص ماشي كده. طيب دلوقتي ام ان تي بقى بيشاور على البارتيشن رقم كام؟ رقم 2. طيب كلام جميل قوي. ايه المشكله دلوقتي؟ السؤال بقى، هي مش مشكله هو سؤال. دلوقتي لو حبيت اكتب في ام ان تي بعد ما عملت ماونت للبارتيشن رقم 2 فيها، هكتب لحد مساحه كام؟ بص كده، ام ان تي فيزيكلي دلوقتي، ام ان تي كماونت بوينت، ده الفولدر اهو، ده الماونت بوينت، كماونت بوينت بيشاور على انهي بارتيشن؟ على البارتيشن الثاني. طب البارتيشن الثاني مساحته كام؟ 5 جيجا، صح؟ معناها ان انت دلوقتي في ام ان تي هتقدر تكتب لحد 5 جيجا بس. ها وضحت الفكره دي؟ يبقى لما تعمل ماونت البارتيشن ها لماونت بوينت معينه او تخليه اكسسبل من فولدر معين، ايه اللي بيحصل؟ ها الفولدر ده او الماونت بوينت دي هتفضل تبص على
البارتيشن ده. معنى كده ان انت هتبدأ تكتب في الماونت بوينت دي لحد او لحد المساحة اللي مسموح لها تتكتب في البارتيشن ده. طيب بالمثل لو انت جيت عملت ماونت للبارتيشن التالت جوه ميديا، اهو البارتيشن رقم 3 بقى دلوقتي اكسسبل من الفولدر اللي اسمه سلاش ميديا. طيب دلوقتي تقدر تكتب لحد كام جيجا؟ والله بص بقى كده، ميديا ده بيشاور على مين دلوقتي؟ على البارتيشن 3. 3 دول مساحته كام؟ 30 جيجا. يبقى انت دلوقتي ميديا هتقدر تكتب فيها لحد 30 جيجا. ها وضحت الحته دي؟ وضحت؟ حد عنده اي مشكله؟ ممتاز جدا. طيب اللي بعده، بص يا سيدي، عندنا دلوقتي تعال ناخد سيناريو ونصعب الدنيا شويه، مش نصعبها، ندي سيناريو اكبر شويه. اهو انا عندي ديسك، الديسك ده متقسم لثلاثة بارتيشنز، ده البارتيشن الاول، ده الثاني، ده الثالث، ده مساحته 5 جيجا، ده مساحته 10 جيجا، وده مساحته 30 جيجا. كلام جميل جدا. عندي السلاش اهون، وعندي ام ان تي، وعندي ميديا، وعندي كمان وليكن فولدر اسمه وورك. ماشي. طيب بص لي كده، انا جيت عملت ايه؟ ها عملت ماونت للروت فايل سيستم، او الروت فايل سيستم دلوقتي بيشاور على البارتشن الاولاني، يبقى البارتشن الاولاني الماونت بوينت بتاعته هي السلاش. من الاخر عملت انستول للاوبريتنج سيستم على بارتيشن مساحته 5 جيجا، تمام كده. طيب بعد كده رحت عامل ماونت للبارتيشن الثاني جوه ميديا، ماشي كده اهو. يبقى كده هقدر اكتب في ميديا لحد كام؟ لحد 10 جيجا، وده البارتيشن رقم 2. هوب رحت جاي عامل ماونت للبارتيشن الثالث جوه ميديا برضو، خلاص البارتيشن الثالث ده مساحته اهو، ومساحته 30 جيجا، خلاص. طيب دلوقتي انا اقدر اكتب في ميديا دي لحد كام جيجا؟ ها 40 جيجا. تفتكر لحد 40 جيجا؟ ها حد عنده رأي تاني؟ اي حد عنده اي رأي تاني؟ ايه قول. طيب بص يا سيدي، 10 برضو؟ لا. بص يا سيدي، اول حاجة انا عندي سلاش ميديا اهي، تمام. اول مرة جيت عملت فرضا ماونت للبارتيشن اللي اسمه سلاش ديف اس دي اي 2 ليها، وده كان مساحته 10 جيجا، مش ده اللي حصل؟ ده اللي حصل صح؟ طيب كلام جميل. تعالى كده، بعد كده عملت ايه؟ بعد كده الخطوة اللي بعدها على طول رحت عامل ماونت لديف اس دي اي 3 اللي كانت مساحته 30 جيجا برضو في المكان ده، صح؟ طب دلوقتي مين اخر واحد معمول له ماونت؟ مين اخر واحد؟ اللي هو ده هو. معنى كده هتقدر تكتب لحد كام جيجا دلوقتي؟ لحد 30 جيجا. طيب استنى بقى، طب لو جيت عملت له ام ماونت، اهو عملت له ام ماونت يا سيدي، ها مين اللي هيبقى ظاهر دلوقتي؟ هيرجع للعشرة. الله يفتح عليك اهو،
ده اللي هيكون ظاهر دلوقتي. اقول لك عامله زي ايه، اقول لك عامله زي ايه، ها، موضوع ابسط مما تتخيل، بسيط جدا. ازاي يا عم؟ بص، انت عندك ديسك، انت عندك ديسك ماشي، اهو ادي الديسك بتاعك اهو. الديسك ده رحت جايب عليه ورقه ورحت حاططها فوق الديسك. الورقه دي، الورقه دي ها مساحتها 10 سنتي، 10 في 10، 10 سنتي في 10 سنتي، في مشكله كده؟ ها تمام كده. قعدت تقرا وتكتب عليها وتتنطط وتعمل اللي انت عايزه، وهوب رحت جايب ورقه تانيه بعدها بشويه مساحتها 30 سنتي في 30 سنتي، اهي دي الورقه التانيه اللي فوقيها اتحطت فوقيها. ها، خليك فاكر الحكايه دي. طب دلوقتي لما تيجي تكتب هتكتب على انهي واحده فيهم، على اللي فوق ولا على اللي تحت؟ هتكتب على اللي فوق صح؟ يبقى انت هتكتب على مساحه كام دلوقتي؟ 30 في 30، لان هي دي اللي ظاهره لك، هي دي اللي ظاهره. طيب كلام جميل قوي. طب لو جيت شلت الورقه اللي هي ال 30 دي، ها، هل هتلاقي الورقه اللي هي 10 سم لسه موجوده؟ اه تفضل لسه موجوده، امال هتروح فين؟ تمام كده. طب لو شلت ال 10 بقى هيرجع لمين؟ هترجع الترابيزه فاضيه صح؟ هترجع سلاش ميديا جزء من مين؟ جزء من مين؟ ها، من روت فايل سيستم. والرولز اللي كانت بتطبق على روت فايل سيستم تطبق عليها زي ما هي. زي يعني ايه بقى دلوقتي؟ يعني بكل بساطة لو كان الروت فايل سيستم مساحته 5، فانت هتفضل تكتب هنا لحد ها ما تخلص ال 5 جيجا بايت. ارجع لأصلك بقى يا معلم، ارجع لأصلك بس كده. شفت بقى؟ ها، وضحت؟ وضحت ولا حد عنده أي سؤال؟ طيب كلام جميل، تعال نطبق الكلام دون، تعال نطبق الكلام ده عشان إيه؟ تبقى شايفه واضح قدام عينيك. تمام كده؟ تعالى كده اقول له اف ديسك داش ال، او الاول ال اس بلوك. انا عندي فيزيكال ديسكس ايه؟ اعتقد من المره اللي فاتت كان عندي اس دي بي واس دي بي واحد. طيب اس دي بي واس دي بي واحد. بص لي كده، خليك فاكر دايما قبل ما تفورمات اي بارتيشن، قبل ما تعمل فورمات لاي بارتيشن، اتاكد ان هو انيوزابل، يعني مش معمول له ماونت. عايز تعرف هو معمول له ماونت ولا لا؟ ممكن تستخدم مين؟ ها، ال اس بلوك. هيقول لك هو معمول له ماونت فين دلوقتي. تمام، ده رقم واحد. او استخدم دي اف داش اتش. انا قلت لك ان دي اف معناها ديسك فري سبيس، داش اتش معناها هيومن ريدابل فورمات. اهو، هل ديف اس دي بي واحد معمول له ماونت هنا؟ اقول لك على حاجه كمان، ممكن تعمل كده، لا بلاش بلاش، خليها دي اف داش اتش دلوقتي، خليها دي اف داش اتش دلوقتي بس، كفايه دي لحد النهارده، لحد ما ناخد بس ايه شويه شويه حاجات في الشيل سكريبتنج. طيب هل اس دي بي واحد معمول لها ماونت هنا؟ ها، هل اس دي بي واحد معمول لها ماونت هنا؟ لا، معنى كده ان انا عندي الحريه المطلقه في ان انا اعمل اللي انا عايزه. خلاص يا عم، طالما مش مستخدمه، ها، ممكن ايه؟ ممكن اعمل لها فورمات واتعامل معاها زي ما انا عايز. طيب ال اس بلوك تاني كده يا سيدي. انا كنت عندي مساحه 20 جيجا، كنت مستخدمها كلها كبارتيشن واحد. تعالى امسح الكلام ده واعمل ايه؟ ها، واعمل اتنين بارتيشنز على الديسك ده، ابدا اتعامل معاهم واقول له ايه؟ اف ديسك سلاش ديف اس دي بي بي، عشان اعمل برنت للبارتيشن تيبل. انا عندي اس دي بي واحد اهون، ام فور هيلب، هعمل ديليت للبارتيشن، هو اوتوماتيك عمل سيلكت الواحد، هعمل ام فور هيلب تاني بي، ده هيبقى شكل الديسك. طب كلام جميل، تعالى اد نيو بارتيشنز ان، هختاره المره دي واحد برايمري وهديله رقم واحد، من السيكتور ده وهديله وليكن مساحه، او اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، تعالى امسح الكلام ده واعمل المره دي اكستندد، ايه رايك؟ بي كده تو برنت. طيب ديليت كده البنش رقم واحد، ام فور هيلب، ان نيو ديسك، اسف نيو بارتيشن في الديسك دون. بعد كده المره دي هختاره اكستندد وهديله رقم واحد، من الفيرست سيكتور لللاست سيكتور،
يبقى انا كده عملت بارتيشن اكستندد مساحته 20 جيجا، ممكن جوه ال 20 ده بقى ابدا اعمل لوجيكال اللي يعجبوني. تمام كده؟ طيب برنت كده، بص كده الاكستندد، وبص كده يا معلم عندك، بص الاي دي بتاع البارتيشن اللي التايب بتاع الفايل سيستم بتاعه لينكس كان كام؟ بص الاي دي كان كام؟ ها 83. طيب بص كده الاي دي بتاع البارتيشن اللي هيكون اكستندد كام؟ 5. فاكر لما كنت بقول لك ان كل بارتيشن تايب بيكون له رقم؟ فاكر الحكايه دي؟ اهو ادي اول مره تقابلها، اول مره تشوف تايب جديد النهارده. طيب كلام جميل، تعالى كده اعمل نيو بارتيشن. بص المره دي قال لي ايه؟ قال لي عايزه برايمري ولا لوجيكال؟ وقال لي بص البرايمري المتاح بالنسبه لك كام دلوقتي؟ 3 فري. ليه؟ لان في واحد اكستندد مستخدم. وضحت كده؟ فاكر لما قلت لك ان الاكستندد بيستهلك واحد من البرايمري؟ ها طيب كلام جميل، المره دي هختاره لوجيكال ال من الفيرست سيكتور، وهختار مساحته 5 جيجا. بي كده تو برنت. ها طيب كلام جميل، اهو البارتيشن بقى اسمه اس دي بي 5. كلام جميل جدا، تعالى اعمل نيو بارتيشن كمان وهختار اللوجيكال ومن السيكتور او من اول فري سيكتور، وهخليه مساحته 10 جيجا. بي كده، كلام جميل جدا، انا كده خلصت. ممكن اعمل دبليو رايت، وبعد ما خلصت اعمل بارت بروب لديف اس دي بي اهو ال اس بلوك كده. شفت يا عم؟ شفت اهو؟ ها حد عنده اي مشكلة؟ حد عنده اي مشكلة؟ ها ممتاز جدا، تعال نحط فايل سيستم بقى. هقول له كده mkfs.ext4/dev/sdb5، اوعى تعمل فورمات للاكستندد تاني، ما يجيش واحد فيكم يتهبل في دماغه ويروح يعمل فورمات للاكستندد، انت بتفورمات اللوجيكال اللي جوه الاكستندد. ها خليك فاكر الحكايه دي، لان ياما شفت مواقف كوميديه جدا بسبب الحكايه دي. ماشي طيب، هقول له كده mkfs.ext4 لديف اس دي بي 5 اهو، و mkfs تعال المره دي احط ده كده xfs سلاش ديف اس دي بي 6. هقول له كده ال اس بلوك، حلو جدا موجودين زي ما هو هون. فاضل لي ايه كمان؟ ممكن اقول له كده اف ديسك داش ال ديف اس دي بي، تعالى كده ليست الديسك ده اهو، اعتقد ان كل حاجه زي ما كنا احنا عايزين في الاول. اتنين بارتيشنز، واحد 5 جيجا والتاني 10 جيجا، واحد اي اكس تي 4 والتاني ها اكس اف اس، واحد 5 واحد 5 جيجا والتاني 10 جيجا، صح مظبوط. طيب بص كده، اول حاجه دي اف داش اتش، مفيش اي حاجه معمول لها ماونت في سلاش ميديا. طيب معنى كده ان انا ممكن اكتب في سلاش ميديا لحد كام؟ ها بص الروت فايل سيستم بتاعي كام دلوقتي؟ ها كله على بعضه 50، اللي مستخدم 3، والافيلابل ها تقريبا 48. ماشي طيب، معنى كده ان انا دلوقتي لحد دلوقتي هل سلاش ميديا معمول، او اسف سلاش ميديا هي الماونت بوينت لاي مكان او لاي بارتيشن؟ لا، معنى كده ان سلاش ميديا ما زالت جزء من مين؟ من السلاش، صح؟ معنى كده سلاش ميديا تقدر تكتب فيها لحد كام جيجا؟ ها لحد 50 جيجا، لحد 50 جيجا فعليا، او لحد 48 بمعنى ادق بقى، ها لحد 48 جيجا. طيب بص لي كده ماونت سلاش ديف اس دي بي 5 لسلاش ميديا، تمام؟ لو جيت اقول له دي اف داش اتش مره تانية، بص لي كده ايه اللي حصل؟ قال لي سلاش ميديا بتاعتك دي يا سيدي ها ها
هتقدر تكتب فيها لحد كام؟ تقريبا 5 جيجا، 4.8. والافيلابل الفري بالنسبه لك حرفيا تكتب فيه 4 و6. وضحت؟ طيب بص كده، تعال اعمل كده سي بي داش ار سلاش اي تي سي، حطها لي في سلاش ميديا، وسي بي داش ار سلاش يوزر حطها لي برضو في سلاش ميديا. خلينا كده نكتب شويه داتا عليها. اعتقد ان كده كفايه جدا، شكرا. لو جيت اقول له كده دي اف داش اتش سلاش ميديا مكتوب عليها مساحه قد ايه؟ ها تقريبا 350 ميجا، ماشي. ها عندي اهو 350 ميجا مكتوبين. طب ممكن اجي كده اقول له دي دي الانبوت فايل بتاعك سلاش ديف زيرو، الاوتبوت فايل سلاش ميديا، وهسميه كده بيك فايل، البلوك سايز بتاعه 1 ميجا، الكاونت وليكن 2048. انا عايز اكتب فايل مساحته 2 جيجا على ها سلاش ميديا. ممتاز، دي اف داش اتش كده. بص لي كده انا مستخدم مساحه قد ايه دلوقتي من سلاش ميديا، ها شايف تقريبا 2.5 جيجا، 2.5 جيجا. حلو جدا. بص بقى كده، لو جيت رحت عامل ماونت لسلاش ديف اس دي بي 6 في سلاش ميديا، وجيت اقول له دي اف داش اتش، بص ميديا ايه اللي حصل لها دلوقتي؟ قال لا ده بقت 10 جيجا. اقول لك ايوه، ما انت عملت ماونت دلوقتي. الاول قبل اي حاجه، ميديا كانت بتشاور على مين يا عم؟ او ميديا كانت بتكتب على مين فعليا؟ على ديف اس دي بي 5. طب اس دي بي 5 دي كانت مساحتها كام؟ 5 جيجا صح؟ يبقى انت كنت هتقدر تكتب في ميديا لحد كام؟ ها 5 جيجا بس. طيب بعد كده انت رحت جاي عامل ماونت لديف اس دي بي 6 برضه في نفس المكان، معنى كده ان انت من المكان ده هتقدر تكتب على سلاش ميديا لحد كام؟ ها لحد 10 جيجا، ماشي كده. طب بص كده، دي دي المره دي هكتب ملف، خليها يا عم وليكن 7 جيجا، هكتب 7000 ميجا اللي هو 7 جيجا. ها هل هترضى تتكتب؟ اهو عندي 7 جيجا اتكتبوا اهو. لو جيت اقول له كده دي اف داش اتش، بص لي كده، قال لا ده 7 جيجا اتكتبوا. اتاكدت بنفسك ان هي دلوقتي بتكتب على بلوك ديفايس مختلفة؟ ها شايف؟ ده بتكتب دلوقتي على بارتيشن تاني. طيب معلش ثانية واحدة، لو جيت عملت اماونت بقى لسلاش ميديا، الأول ال اس كده سلاش ميديا أهو. طب لو جيت عملت اماونت لسلاش ميديا دي اف داش اتش، بص رجعت لمين؟ رجعت تشاور على مين يا عم؟ على ديف اس دي بي 5. طب لو جيت عملت اماونت لسلاش ميديا دي اف داش اتش، ها رجعت جزء مرة تانية من مين؟ ها من الروت فايل سيستم. ها حد عنده اي مشكله؟ حد عنده اي مشكله؟ طب المره دي لو جيت عملت العكس، ماونت سلاش ديف اس دي بي 6 سلاش ميديا، خلاص كده دي اف داش اتش، بص كده ممكن اكتب لحد كام؟ ها لحد 10 جيجا، مكتوب منهم فعليا 7 فمتبقي لي 3. طيب لو جيت عملت كده ال اس سلاش ميديا، هل الداتا لسه موجوده؟ ها كل حاجه لسه موجوده؟ اه كل حاجه لسه موجوده. طب لو جيت عملت ماونت الديف اس دي بي 5 سلاش ميديا دي اف داش اتش، ها الليمت بتاعتك دلوقتي لمين؟ لاخر بارتيشن انت عامل له ماونت في المكان ده. خليك فاكر دايما ان المساحة اللي هتكون افيلابل ليك هي المساحة بتاعة اخر بارتيشن انت عامل له ماونت في المكان ده.
خليك فاكر الحكايه دي ما تنساش ماشي. طيب ال اس كده سلاش ميديا اهو الحاجات كلها موجوده هي اي تي سي ويوزر وبيك فايل. بيك فايل خلي بالك انهي واحد السبعة جيجا ولا الاثنين جيجا؟ الاثنين جيجا الاولاني اللي كنت عامله اهو تمام كده وضحت. تاني اماونت سلاش ديف اسف سلاش ميديا واماونت سلاش ميديا دي اف داش اتش ما عادش معمول لها ماونت اهي. طيب معلش انا عملت اماونت مرتين حد عارف ليه؟ ها اول واحده كانت هتعمل اماونت لمين؟ اول واحده كانت هتعمل ماونت لمين؟ لاخر ماونت انت كنت عامله لاخر ملف حطيته على الديسك. خليك فاكر الحكايه دي لما بيجي يعمل اماونت او لما بتيجي بتعمل اماونت بتعمل اماونت بترتيب عكسي ها عن الماونت. يعني لو كنت عامل ماونت الاول لبارتيشن 5 جيجا وبعد كده عملت ماونت لبارتيشن 10 جيجا وبعد كده عملت ماونت لبارتيشن 30 جيجا لما تيجي تعمل اماونت انهي واحد هيتعمل له اماونت الاول؟ ها اللي هو ال 30 جيجا اللي هو اخر واحد كان معمول له ماونت. طيب لو جيت عملت اماونت كمان مره هيعمل لانهي واحد؟ هيعمل ال 10 جيجا دلوقتي. طب لو جيت عملت اماونت كمان مره هيعمل لل 5 جيجا اللي هو كان اول واحد خالص انت عملت له ماونت. خليك فاكر الحكايه دي ماشي؟ بالظبط عامل زي اللعبه اللي عندي لعبه كده بتاع العيال ولادي المعلم عمر افندي بيعمل ايه؟ بص عندهم لعبه كده بتاع خشب كده عامله زي حامل وفي حامل هنا كده والرجاله مطالبين ان هو يحط في الحامل دون دواير خلاص كده؟ لعبه للاطفال اللي عندهم 3 سنين و4 سنين بحيث ان هم ايه؟ يتحكموا في ايديهم ويبدا والدواير او يتحكم في ايديه وبيحط الحاجه يعني. المهم حطيت الدايره الاولانيه هنا بعد كده الدايره الثانيه بعد كده الدايره الثالثه ماشي كده. طيب ده رقم دي اول واحده اتحطت طبعا دي تاني واحده اتحطت دي تالت واحده اتحطت. طب لما تيجي تشيلهم هتشيل انهي واحده الاول؟ هتشيل الاول واحده خلاص هتتشال اللي هي مين؟ ها الثالثه. طيب بعدها مين اللي هيتشال؟ الثانيه. طب بعدها مين اللي هيتشال؟ الاولى. شفت؟ يبقى دي اللي هتتشال الاول بعد كده دي بعدها وبعد كده دي اخر واحده في الاخر خالص. وصلت؟ ها ماشي. مفيش حد هيشيل الاولى الاول يعني الا بقى لو كسر الخشبه نفسها اللي تحت دي ده شيء تاني خالص ماشي. طيب ممتاز. تعالى بقى كده ايه دلوقتي احنا عرفنا ايه اللعبه بتاعت الماونت والاماونت كده عرفنا اللعبه بتاعتها صح. طيب تعالى بقى كده اديك ايه لما تيجي تعمل ماونت ام اماونت الصيغه العامه الصيغه العامه لامر الماونت هي ايه؟ امر الماونت ايا كان هتقول له كده ماونت مسافة داش تي تي مع وبعد كده تي تدي له التايب بعد كده هتماونت ديفايس معينة وبعد كده ماونت بوينت بتاعتها. ايه التايب ده او ايه التي ديا؟ ها التايب ده اللي هو نوع الفايل سيستم خلاص. طيب ندي مثال كده يوضح. هقول له كده ماونت داش تي وليكن اي اكس تي 4 طبعا في هنا مسافة وفي هنا مسافة وفي هنا مسافة خلاص. هماونت مثلا سلاش ديف اس دي بي واحد هعمل لها ماونت في سلاش ميديا معلش هنزل بس تحت لان ما فيش عندي مساحة اهو طبعا في هنا مسافة وفي هنا مسافة اهو بعيد تاني عشان الناس ما يغلطوش. ماونت الصيغة بتاعته بسيطة جدا الامر اسمه ماونت نفسه وبعد كده تقول له ايه نوع الفايل سيستم بعد كده ايه الديفايس اللي عايز تعمل لها ماونت بعد كده عايز تعمل لها ماونت فين او ايه الماونت بوينت بتاعتها بس كده. وضحت ماشي. طيب انا ليه لما خدت اكزامبلز ما قلتش داش تي اي اكس تي 4؟ بص اوتوماتيك ايام زمان ايام زمان كنت لازم تقول له ايه نوع الفايل سيستم خلاص. دلوقتي ايه اللي بيحصل وانت بتعمل ماونت؟ الامر اللي اسمه ماونت بيحاول يعمل حاجه اسمها اوتو ديتكت بيحاول يستكشف كده لو انت اديت له نوع الفايل سيستم خلاص هيحاول يستخدم النوع ده عشان يعمل ماونت. طب لو انت ما اديتلوش النوع
اوتوماتيك بيحاول يعمل اوتو ديتكت له ويديله ها الفايل سيستم الصحيح له وهو بيعمل ماونت اوتوماتيك لوحده. وضحت؟ ها وضحت؟ تاني انهي جزء بالظبط عايزه؟ انهي حته بالظبط عايزها؟ قول لي الصيغه العامه ولا الاكزامبل نفسه؟ طيب الاكزامبل الامر بتاع الماونت، احنا استخدمنا الامر ماونت وقلت له ماونت كده، وبعد كده اديت له الديفايس، وبعد كده ها او ايه اللي عايز تعمله ماونت؟ عايز تعمل ماونت البارتيشن ايه؟ وهتعمل له ماونت فين؟ عايز تخليه اكسسبل منين؟ تمام؟ طيب ايه داش تي اكس تي 4 دي؟ او ليه كنت بحدد له؟ طيب قلت لك ان ايام زمان لما كنت ار هيل 4 وار هيل 5 كنت لازم تحدد له الطيب، كنت لازم تحدد له الطيب. طب لو ما حددتلوش الطيب في ريل 6 وريل 7 ايه اللي بيحصل؟ في ريل 6 وريل 7 بيحاول يعمل حاجه اسمها اوتو ديتكت، واوتو ديتكت دي فكرتها بسيطه جدا. لو انت اديت له نوع الفايل سيستم خلاص يا عم زي الفل، لو انت ما اديتلوش هيحاول يشوف الفايل سيستم نوعه ايه ويحاول يعمله ماونت على حسب النوع بتاعه. والله بقى لو كان EXT4 هيحاول يستكشف كده اه ده EXT4 خلاص يا عم اعمل له ماونت كـ EXT4. طب لو كان NTFS قال لا ده انا عملت ديتكت ان هو NTFS خلاص اعمل له ماونت كـ NTFS. ماشي، يبقى لو انت اديت له نوع الفايل سيستم خير وبركه، لو ما اديتلوش هو بيعمل اوتو ديتكت لمين؟ لنوع الفايل سيستم ده. تمام كده؟ لو جيت تعمل لفايل سيستم هو ما قدرش يعمل له اوتو ديتكت هيقول لك مش قادر اعمل له ماونت. خلاص؟ خلاص كده؟ يعني لو انت جيت تعمل ماونت مثلا ل ان تي اف اس وانت اصلا ما عندكش الدرايفر بتاع ان تي اف اس مش هيقدر يعمل له اوتو ماونت. فانت لازم تنستول الدرايفر وبعد كده تحاول تعمل له ماونت. خلاص كده؟ حبيت تعمل ماونت ل زد اف اس وهو انت ما عندكش اصلا الدرايفر بتاع زد اف اس هيقول لك مش لاقي الدرايفر مش قادر اعمل له ماونت. خلاص كده؟ لا معلش، في فرق بين الاوتو ماونت وفي فرق بين اللي انا بقوله. انا دلوقتي بعمل مانوال ماونت، انا ما اتكلمتش خالص على الاوتو ماونت ده نهائي، ما جيتش اشتريت حاجه اسمها اوتو ماونت حتى الان، انا بعمل مانوال ماونت. لحد دلوقتي احنا لسه بنشتغل مانيوال. خلاص؟ طيب كلام جميل. طب لما تيجي تعمل اماونت، لحد دلوقتي السؤال مفهوم او اسف الاكزامبل واضح؟ الاكزامبل واضح صح؟ تمام. طب لما تيجي تعمل اماونت، قال لك بقى ثانيه واحده، لما تيجي تعمل اماونت هتستخدم امر اسمه يو ماونت مش ان ماونت، يو ماونت. خلاص؟ ويو ماونت يا اما تقول له الديفايس اللي عايز تعمل لها اماونت، يا اما تقول له ها الماونت بوينت دي او دي مش الاثنين. خلاص؟ كاكزامبل ممكن تقول له كده يو ماونت سلاش ديف اس دي بي 5 او يو ماونت سلاش ميديا. اهو وضحت؟ يبقى لما تيجي تعمل اماونت ها هتعمل اماونت مستخدما يا اما الديفايس نفسها يا اما الماونت بوينت اللي كانت بتشاور عليها. حد عنده اي مشاكل؟ اهو ريد هات 7 فيها اوتو ديتكت وريد هات 6 كمان فيها اوتو ديتكت، الاثنين فيهم اوتو ديتكت 6 و7. خلاص بص لي كده، تعال اعمل كده ماونت لديف اس دي بي 5 في سلاش ميديا وماونت سلاش ديف اس دي بي 6 في سلاش ميديا. في مشكله كده؟ دي اف داش اتش اكيد هيشوف الاخيره، حاجه مفرغه. ممكن اعمل كده يو ماونت لسلاش ديف اس دي بي 6. لو جيت اقول له كده دي اف داش اتش راح اعمل لها اماونت ولا لا؟ او ممكن اقول له كده يو ماونت سلاش ميديا دي اف داش اتش عمل لها اماونت اهو. ها وضحت؟
وضحت ولا حد عنده مشاكل؟ كلام جميل. تعال بقى اقول لك على الخوازيق بتاعت الماونتنج بقى. الخوازيق بتاعت الماونتنج دي هي ايه؟ الخوازيق بتاعت الماونتنج الخوازيق بتاعت الماونتنج تنحصر في حاجة واحدة بس، تغيير اماكن الديسكات في الماشينز وانت شغال. يعني ايه؟ كم واحد فيكم بينقل الديسك بتاعه كل شوية كده يروح يجيب عليه افلامه والعابه واغاني من اصحابه؟ اعتقد تقريبا كل الناس كل شويه واحد شايل هارد في ايده وعمال عليه. يعني الحكايه دي قلت بسبب الفلاشات واحجامها الكبيره دلوقتي خلاص، بس اعتقد لسه في، يعني مش في ده، اكيد في لسه ناس بتعمل الحكايه دي خلاص. او حتى وانت شغال مع السيرفرات ده، انا هقول لك مثال كمان، او خلينا اخلص ده واقول لك على المثال كمان اللي انا قابلته قبل كده. اساسا انا قابلت المثال ده بنفسي، كانت مع سان ستورج في داتا سنتر. بس تعال اقول لك كده ايه اللي بيحصل. بص، اي مكنه في الدنيا راحت فين؟ اهي. بص يا سيدي، انت عندك مكنه اهي، المكنه دي انا قلت لك بيبقى فيها سلوتس كده عشان تركب فيها ايه؟ الديسك بتاعك. فانت عندك فرضا انت كنت مستخدم السلوت دي دلوقتي عشان تكونكت مين؟ الديسك الظريف بتاعك ده، ماشي كده؟ في مشكله خلاص. السلوت دي كانت شايفه الديسك بتاعك ومسمياه اس دي اي، والديسك بتاعك ده كان في عندك كام بارتيشن؟ كان عندك اس دي اي 1، وعندك اس دي اي 2، وعندك مش عارف اس دي اي 3. في مشكله كده؟ لحد دلوقتي الدنيا تمام. انت خدت الديسك بتاعك، رحت عند واحد صاحبك، قعدت الافلام والعاب واغاني والدنيا تمام التمام معاك. لما جيت توصل الديسك مره تانية، رحت جاي مبدل، وبدل ما توصله في المكان الاصلي بتاعه وصلته فين يا حاج؟ ها، وصلته فين؟ في المكان ده. فبدل ما كان بيتقرا اسمه اس دي اي، بقى بيتقرا اسمه اس دي سي. بقى دلوقتي بدل ما كان عندك اس دي اي، بقى يكون في اس دي سي 1 واس دي سي 2 واس دي سي 3. حركه خازوقيه زي الفل. ليه؟ لان لو انت كنت بتعمل ها، او مخلي الجهاز بتاعك بشكل اوتوماتيك يماونت البارتيشنز دي، لما يجي يبدا انت كنت هتقول له لو سمحت دايما وانت بتبدا اعمل لي ماونت الاس دي اي 1 دون في الدايركتوري اللي اسمها سلاش، وماونت اللي اسمها اس دي اي 2 في سلاش ميديا، وماونت مش عارف الاس دي اي 3 مش عارف فين. حلو. دلوقتي هاجي بص يدور على اس دي اي 1، مش هيلاقي اس دي اي 1. هيجي يدور على اس دي اي 2، مش هيلاقي اس دي اي 2. اس دي اي 3، مش هيلاقي اس دي اي 3. امال هيلاقي مين؟ هيلاقي ديسكات ثانيه، او اسف، هيلاقي ديسك ثاني خالص وبارتيشنز ثانيه خالص. فايه اللي هيحصل؟ هيفيل ويقول لك انا مش لاقي البارتيشن اللي انت كنت بتقول لي عليه ده. انت عايزنا ماونت اس دي اي 1 ولا اس دي اي 2؟ عايزنا ماونت اس دي اي 2 في سلاش ميديا؟ انا مش لاقي اس دي اي 2. هيقف وهيفيل في البوت ويقول لك لا استنى، عندك في مشكله، مش قادر اماونت الحكايه دي، حاول تحلها الاول. دخل لي روت باسورد عشان تعمل مينتيننس، والبوت عندك هيحصل له بريك. هيقف من الاخر. طيب علشان نتخلص، علشان نقدر نتخلص من الحكاية دي، في عندنا حلين، في عندنا حلين. بص لي كده فين اهو ال اس بلوك كده. انا عندي الديسك اللي اسمه اس دي بي، اس دي بي 1، اس دي بي 5، اس دي بي 6. كلام جميل. في عندك امر كده اسمه بلوك اي دي. بلوك اي دي هيعرض لك ها، هيعرض لك كل بارتيشن عندك، والبارتيشن ده حاجه اسمها اليو يو اي دي بتاعه.
ايه اليو يو اي دي ده؟ اليو يو اي دي ده اختصار ليونيفرسال يونيك ايدنتيفاير، ده عباره عن رقم كده، الرقم ده كبير جدا، شايف عامل ازاي؟ بص كده، شايف الرقم ده بيريبريزنت البارتيشن ده. بالمناسبه عمرك ما هتلاقي اتنين بارتيشنز ليهم نفس اليو يو اي دي. طب اليو اي ده بيتعمل ازاي يا عم؟ اوتوماتيك، وانت بتعمل فورمات للبارتيشن اوتوماتيك بيكريت للبارتيشن ده راندوم يو يو اي دي. طيب هل في احتماليه ان اليو يو اي دي يتكرر على مكانتين او حتى على مكنه واحده؟ ده احتمال واحد في التشليار التشليار. يعني بص الرقم اصلا، الرقم عباره عن الرقم عباره عن ايه؟ راندوم كاركترز. بص اصلا اللينث بتاعها قد ايه، والجنريشن بتاعها اصلا ما بين ارقام وحروف كمان، فانت بتتكلم على سيناريو خيالي شبه مستحيل ان هو يحصل، شبه مستحيل مستحيل ان هو يحصل. طيب هل انا ممكن بقى طالما انت في عندك حاجه يونيك بدل ما اختار بالاسم خلاص، والاسم ده احتمال مره يكون اسمه اس دي اي ومره يكون اس دي سي، طب هل انا ممكن استخدم اليو يو اي دي في الماونت؟ ايوه هقول له كده، ماونت للديفايس اللي اليو يو اي دي بتاعها يساوي، حط له اليو يو اي دي واعمل له ماونت فين. شفت دي اف داش اتش كده، ها اوتوماتيك اول ما قلت له ماونت بالشكل ده راح شاف، ها هل انا عندي ديفايس اليو يو اي دي بتاعها كده اهو، هيشوف لو لقى ديفايس باليو يو اي دي ده اوتوماتيك هيروح يشوفها يمين ويعمل لها ماونت في المكان اللي انت عايزه. ايه رايك؟ ايه رايك؟ ها تاني unmount slash media block id block id اهو، تعال اعمل ماونت ال sda 6 المره دي اهو يا عم. ممكن اقول له كده ماونت للديفايس اللي اليو يو اي دي بتاعها بالرقم ده. بالمناسبه ممكن تحط اليو يو اي دي بين دبل كوتس كده، او ممكن تحطه من غير دبل كوتس، الاثنين هتمشي معاك. يعني انت ممكن تعمل كده وممكن تعمل كده اهو، تعال المره دي احطها بين دبل كوتس اهي، ماشي، وهعمل له ماونت المره دي في سلاش ام ان تي دي اف داش اتش. ها بص لي كده ايه اللي حصل، ها قدر يعمل لها ماونت، قدر يديتكت الديفايس اللي هو دي بتاعها بالرقم ده وعمل لها ماونت. طب اما وانت اما وانت لمين يا عم؟ دي اف داش اتش اتعمل لها اما وانت، ها ايه رايك؟ يبقى انت كده ضمنت 100,000% ان عمرك ما هتقع في المشكله بتاعت ها تغيير اسم الديسك لما غيرت، وتغيير اسم البارتيشن كمان لما غيرت ها الكونكشن بتاع الديسك ده. خلاص كده ماشي، ها حد عنده اي مشكله؟ كلام جميل. طيب الطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه قال لك بس انا ممكن اخليك تدي لكل بارتيشن هيومن ريدابل نيم زي ما انت عايز. يعني ايه بقى؟ يعني بص انت عندك اس دي بي 6 ده، ولا خلينا في اس دي بي 5، اس دي بي 5 ممكن تدي لاس دي بي 5 ده اسم، يعني مثلا سميه اوراكل مثلا، ممكن اقول له كده اي 2 ليبل للديفايس اللي اسمها ديف اس دي بي 5، هديها اسم مثلا وليكن اوراكل. بص لو جيت عملت بلوك اي دي تاني ايه اللي هيحصل؟ بص كده، بص ايه اللي اختلف المره دي اهو، اتحط اتريبيوت جديد اسمه الليبل اهو،
طب لما اجي اعمل ماونت قول له ماونت كده للديفايس اللي الليبل بتاعها اوراكل في سلاش ميديا دي اف داش اتش، ها اتعمل لها ماونت. وضحت؟ ها حد عنده اي مشكله؟ طب لما تيجي تعمل ام ماونت كده ممكن تقول له كده ام ماونت للديفايس اللي الليبل بتاعها بالاسم ده. يبقى انت دلوقتي عندك ثلاث طرق تماونت بيهم، عندك ثلاث طرق تماونت بيهم. الطريقه الاولانيه واستخدم الديفايس، الديفايس فايل اللي بيكون موجود تحت سلاش ديف زي ديف اس دي بي 1 ديف اس دي سي 1 وهكذا. الطريقه الثانيه استخدم اليو يو اي دي، وطبعا دي احسن طريقه موجوده بلا منازع. خلاص الطريقه الثالثه استخدم الليبل، بس الليبل انا مش بحبذها لسبب، انا مش بحب الطريقه دي لسبب. خلاص اللي هو ايه؟ عاده في الداتا سنتر ايه اللي بيحصل؟ بص الناس المحترمه بيعمل ايدنتيكال سيت اب في الداتا سنتر. يعني ايه؟ بص انت عندك في الداتا سنتر وليكن عندك 400 فيرتشوال ماشين، خلاص كده. تفتكر ايه الاسهل بالنسبه لك؟ ايه الاسهل بالنسبه لك؟ ها ان كل سيرفر يكون له سيت اب خاص بيه، ولا كل السيرفرات يكون ليها ستاندرد سيت اب؟ يعني مثلا السلاش على 10 جيجا او على 20 جيجا، مش عارف سلاش فار وليكن على 5 جيجا، مش عارف وليكن الداتابيز كلها معمول لها ماونت في سلاش اوراكل ودي كلها مساحتها 100 جيجا. ايه الاحسن بالنسبه لك؟ يكون في ستاندرد سيت اب زي كده، ولا كل مكنه ليها سيت اب مختلف؟ طبعا يكون لك ستاندرد سيت اب، طبعا طبعا طبعا. خلاص بالمناسبه كمان تعال نصعب الموضوع اكتر، بلاش فيرتشوال ماشين خليها فيزيكال ماشين. عندك 400 سيرفر يا سيدي، هوب انت جيت رحت شايل الديسك ده من السيرفر الاول، رحت حطه اهو، شلت الديسك من سيرفر رحت ضايفه على سيرفر تاني. عارف ده معنى ايه؟ تخيل انت كنت قايل له السلاش بتاعك او سلاش اوراكل بتاعتك دي، ها مديها ليبل، هي بتشاور على بارتيشن اسمه ديف اس دي بي اس دي بي 1، خلاص كده. لا تخليها دلوقتي اس دي اي 1 اهو، وبتعمل انت ماونت فعليا مش بالاسم، لا انت بتعمل ماونت دلوقتي عن طريق الليبل، بتعمل ماونت للليبل بتاعها اسمه اوراكل. خلاص كده ماشي. ورحت انت رحت ضايف ديسك جديد، بقى عندك دلوقتي ديسك جديد في بارتيشن برضه شبه اللي عندك والليبل بتاعه اسمه اوراكل. طب دلوقتي لما تيجي تماونت هتماونت انهي واحد فيهم؟ ما عندك اتنين بارتيشنز بنفس الليبل، البارتيشن اللي كان في الديسك الاصلي اللي كان في السيرفر، والبارتيشن في الديسك اللي انت لسه شايله من سيرفر تاني. شفت الخازوق ده؟ ها شفت بقى؟ ها وصلت؟ عشان كده بقول لك ان انت تماونت مستخدما الليبل طريقه انا عن نفسي ما بحبهاش. احسن طريقه فيهم تستخدم مين يا عم؟ اليو يو اي دي، طبعا دي مفيش زيها. بالمناسبه محدش يقدر يجبرك تستخدم الديفايس نفسها، الديفايس فايل نفسه زي ديف اس دي اي 1 او ديف اس دي بي 1 وهكذا، او تستخدم ايه كمان؟ الليبل، او تستخدم اليو يو اي دي. الثلاثه والله العظيم تحت ايديك، محدش يقدر يقول لك انت بتعمل ايه. ماشي ها وضحت؟ ها حد عنده اي مشاكل؟
كلام جميل. طيب تعالى بقى كده، تعالى هماونت كده الليبل اللي اسمه اوراكل في سلاش ميديا ال اس كده، اسف ال اس سلاش ميديا، موجودين اهو ودي اف داش اتش اهو، الماونت شغال وزي الحلاوه، مفيش فيه اي مشكله. تمام كده، مفيش اي مشكله. طيب لو جيت عملت كده ريبوت، بص ايه اللي هيحصل. ادي المكنه عندي هتريبوت دلوقتي. خليك فاكر قبل الريبوت على طول كان ديف اس دي بي 5 ها موجود فين؟ في سلاش ميديا. ماشي، طيب خلينا فاكرين، تعالى كونكت على المكنه دي مره تانية بقى. هو المكنه بقت كونكتد، لو جيت اقول له دي اف داش اتش بعد الريبوت، بص ايه اللي حصل. ايه اللي حصل للماونت بوينت؟ ايه ده، ما بقتش ماونتد. اللي حصل الماونت بوينت ان هي ما بقتش ماونتد، خلاص مع السلامه يا معلم، اختفت. معنى كده ان انت كل مره هتريبوت لازم تروح تعمل ماونت بايدك، دي حاجة عذاب جدا صح؟ حاجة عذاب جدا والله، أنا عارف. طب في طريقة، في طريقة إن احنا نقول للسيستم كل مرة تبوت اعمل أوتو ماونت للديفايس ديا في المكان اللي اختفى ليه؟ لأن أنت لازم تثبت الكلام ده بإيدك. أي حاجة بتعملها من غير ما تسيفها في كونفجريشن فايل ملهاش أي قيمة. تاني، دايما اي حاجة تعملها من غير ما تسيفها في configuration file ملهاش اي قيمة. ماشي، لازم تسيف اللي انت عايزه او اللي انت عملته، لازم تسيف اللي انت عملته، وإلا مع اول ريبوت هتلبس في الحيط. خلاص كده، طيب حلو، هناخد بريك لمدة 5 دقايق ونرجع او ترجع اعلمك ازاي بقى تثبت الماونت ده. ماشي كده، هناخد بريك 5 دقايق ونرجع ايه نثبت الكلام ده.